في واحد من لا النادي بتاعك هيقفل والناس هناك متجمهره عايزه اتكلمك، نعمل معاهم مداخله على الهواء ونرجع. طيب. الى نادي الزمالك على الهواء مباشره استاذ تامر مجدي مراسلنا هناك. تامر ازيك؟ تامر اهلا بيك يا استاذ تامر، واهلا بضيفنا العزيز المستشار مرتضى منصور. مش سامعك، عيد تاني. قال لك اهلا بيك واهلا بضيفنا يا عم. والله بجد انت والله. سامع؟ طيب خلاص. اهلا بيك يا استاذ تامر واهلا بيك مستشارنا العزيز مرتضى منصور، موجودين في نادي الزمالك النهارده. اهلا بيك، انا شايف معاك ناس كتيره موجوده في جوه نادي الزمالك. الناس عايزه اتكلم سياده المستشار. يعني بالفعل ان كل الناس دي مشتاقه انها تسمع. في عطل يا تامر. هيظبط هيظبط، خلينا مع بعض كمل. انا معاك خد بالك. ف بس بفكرهم يعني عاملين بيان. ارجع يا تامر. بتكون موجوده هنا النهارده. سامعك؟ اتفضل يا باشا. استاذ مرتضى سامعكم؟ سامعك. بص على الكاميرا هم هيشوفوا. اتفضل يا بيه. اتفضل استاذ مرتضى واستاذ تامر، احنا موجودين في نادي الزمالك، كل الناس اللي واقفه حواليا هم فرحانين بانجازات سياده المستشار وايضا بكل البطولات الكبيره اللي حصل عليها النادي في الفتره القصيره منذ تولي سياده المستشار مرتضى منصور هذا النادي، وايضا التطور الكبير اللي حصل في النادي وتطوير عدد كبير من الملاعب وحمامات السباحه. خليني اسمع من اعضاء نادي الزمالك غير ما انا اتكلم، شوف هم ارائهم عن النادي منذ تولي المستشار مرتضى منصور، اللي واقفين كلهم من الساعه 10. لو الكاميرا لفت هتشوف ان كل النادي كان مستني المستشار مرتضى منصور من الساعه 10 في حديث لي 20 دقيقة مع الأستاذ تامر عبد المنعم النهارده. خليني بس أسأل الأول أحد الأعضاء، عايز أعرف رأيك في النادي إيه من بعد وجود سيادة المستشار مرتضى منصور بعد التطوير في هذا النادي؟ الأول أبدأ أعرف بنفسي، محمود أمين أحد الناشئين السابقين بكرة القدم نادي الزمالك وعضو في نادي الزمالك. طبعًا النادي قبل سيادة المستشار كان حاجة، وبعد سيادة المستشار بقى حاجة تانية، حاجة نشهدها له. التطورات من النادي وكل حاجة تغيير شامل. فرقة الكورة الله أكبر، دلوقتي بقينا بناخد بطولة واثنين وثلاثة، ووضعنا بقى أحسن بكتير الحمد لله. يعني حاجة نشهد بيها لسيادة المستشار، ويا رب النجاح لنجاح دايمًا. أتمنى أشوف النادي بتاعي أحسن نادي في مصر إن شاء الله. قول لي ايه رايك في النادي ايه دلوقتي؟ حاسس باي تغيير من بعد ما مستشار منصور اتطور وعمل حاجات كتير جدا في النادي؟ في الاول اعرف بنفسي عبد الرحمن حاتم. طبعا الواحد الاول ما كانش يمكن بيتردد على النادي بالصوره اللي احنا متردد بيها دلوقتي. الواحد دلوقتي بقى حاسس ان هو النادي نادي عالمي فعلا زي ما الناس كلها بتقول. والنادي فعلا بقى يعني يشجع الاعضاء ان هم يرجعوا تاني، وغير كده وكده كمان فرقه الكوره والمتدربين الناشئين. يمكن انا احد الناشئين هنا في النادي. الامكانيات التدريبيه اختلفت تماما، والصالات والمدربين بقوا كلهم على اعلى مستوى. يعني خليني اسال حضرتك، كان مستشار مرتضى منصور كان بيقول دلوقتي انه كمان عنده منع. اتفضل يا استاذ تامر. اتفضل يا استاذ تامر. عايزينك عايزين نشوف الناس جوه النادي، وعايزين نشوف كمان الاطفال. الطفل اللي جنبك ده اساله كده، اللي على يمينك تحت ده، في طفل جنبك، شايف الطفل؟ مستشار مرتضى منصور بيسالك، انت مبسوط في وجودك في النادي وحاسس بامان، وايه رايك في النادي بعد ما اتطور؟ لا هو النادي النادي اتطور والمستشار جددوا كتير لسه الاطفال مبسوط. قولي لي مبسوطه من بعد ما المستشار مرتضى منصور طور النادي، بقى في اماكن تلعبوا فيها واماكن احسن من الاول من زمان بكتير. نادي الزمالك بقى احسن، بقى عمله كويس، المراجيح بقت كويسه، كل حاجه في النادي بقت احسن من اول زمان. زمان كان كله اصلا كان وحش جدا. كل حاجه المراجيح بقت رمل، الدنيا كانت مش حلوه زي الاول. دلوقتي احسن بكثير. طيب قول لي، مستشار منصور كان بيقول انه بيمنع في حد قيود معينه زي مثلا منع الشرطه والكلام ده كله، هل ده شايفه يعني اذاك ولا خلاه كمان متفاعل مع الموضوع وشايف التطوير اللي حصل الكبير ده اثر عليك كعضو في النادي ولا لا؟ بالعكس، انا شايف دي حاجه طبعا كويسه جدا ودي ميزه. وزي ما هو قال برضو يعني ايه، من شويه انا منعت الشرطات والهوت شورت والحاجات دي. لا بالعكس، انا شايف دي حاجه طبعا يعني حاجه حلوه جدا، ودي حاجه هتحسب له برضو. بالاضافه الى كل الانجازات ديت، لو قارنا النادي من قبل ما يجي حاجه وبعد ما جه حاجه ثانيه خالص. بعد ما جه لا الموضوع مختلف تماما. اماكن كجناين، عامل ملاعب على اعلى مستوى، ايه اللي هي بتاعت الاكاديميه، ملاعب للاعضاء، ماشي. الكافتريات في تطور فيها عالي جدا، مراجيح اللي هي بتاعت ايه الاطفال فيها تطور. سياده المستشار ناس بتحبك. انا مش شايف حاجه وحشه دلوقتي.
يا تامر تامر اسالك تامر زمان الناس يا استاذ تامر اتفضل استاذ تامر اتفضل استاذ تامر انا بشكرك عشان عايز اكمل كلامي معاه وبشكر كل الناس اللي معاك وهو كمان بيشكركم بشكر كل اعضاء النادي المحترمين وانا اي جهد ببذله معايا مجلس الاداره ده اقل حاجه نقدمها لاعضاء رجعوني رئيس نادي الزمالك تاني بعد المؤامره اللي اتعملت عليا من حسن صقر اللي دمر نادي الزمالك 2005 لما كنت رئيس نادي وقعدنا 4 أشهر بالاتفاق مع الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الناس اللي ترجعني بعد 10 سنين رئيسا لنادي الزمالك تاني اقل حاجه هذا النادي العالمي اللي مش انا بقول عالمي شوف مفيش سفير اوروبي ما جاش زار النادي يعني سفير السويس جه عمل عضويه واخد بالك بيجي السفير كل السفراء بلا استثناء والسفراء طبعا السفراء العرب يعني ما شاء الله كلهم موجودين عندنا اتحول الى نادي اوروبي في على المستوى الاجتماعي احنا يوم الخميس الجاي ان شاء الله زي النهارده بنفتتح سيد رئيس الوزراء جاي سيد وزير الاوقاف وسيد وزير الشباب بنفتتح اكبر مسجد في مصر مش في نادي اكبر مسجد موجود في جمهوريه مصر العربيه بنفتتح مجمع حمامات سباحه بنفتتح حضانه بنفتتح مكتبه معموله للولاد الاعضاء ان شاء الله الخميس اللي جاي الساعه 5 وعاملين طبعا دعوه لكل الناس ان شاء الله شرفونا ده كله بقى انت بترد جميل ناس انت بتقول بترد جميل ناس ده حمام السباحه صدمة حمام السباحه بعد اللقطات من احنا عملنا 5 حمامات سباحه في 3 أشهر ده نادي الزمالك ده فوق يعني الان ده في عهدك انت الكلام ده حصل طبعا الحمد لله بفضل الله هنتكلم دلوقتي عن احنا استلمناه ازاي وبقي ازاي والحرب اللي احنا بدنا نكمل بس كلامنا بقى في السياسه